الصحابة وصفوا لنا نعال النبي صلى الله عليه وسلم وبقيت محفوظة عندنا نشوفها. نعاله صلى الله عليه وسلم كانت ملسنة، يعني لها مقدمة حتى لا يصيب الإنسان ضرر في أصابعه، هذا اللسان اللي قدام النعال تحفظ الأصابع أن يصيبها حجر أو شيء، وكانت معقبة لها عقب يحفظ القدم من الخلف، وهذا كان مفيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك وصف أنه كان قليل لحم العقب. كانت لها قبالين، قبال يدخل بين الإبهام والإصبع الذي بجنبها السبابة، وقبال كذلك بين الوسطى والتي تليها. وصفت أنها كانت مخصرة، أي أنها من الوسط نحيلة من الوسط ثم تتسع من الخلف ومن الأمام. هكذا كانت نعال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.